بس نقطة في نهاية السطر، المتقاعدون هؤلاء الذين أمضوا حياتهم في خدمة البلد 20-30 سنة إلى أن تقاعدوا، إلى أن وصلوا لمرحلة من العمر هم بحاجة فيها إلى أن يجنوا ثمار عطائهم لهذا البلد، بالتأكيد يستحقون الالتفات من جميع الجهات، سواء الجهات الحكومية وحتى القطاع الخاص. جمعية أو الجمعية الوطنية للمتقاعدين تقوم بجزء، لكن نحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى مشروع وطني كبير للمتقاعدين. المتقاعد باختصار ما يريده هو راتب يكفيه الحاجة، 2000 ريال ولا 1500 ريال والله ما تعيشوا في مثل هذا الوقت، كثيرين منهم إلى 50% ورواتبهم أقل من 2500 ريال. هل يعقل هذا في مثل هذا الوقت؟ بالتأكيد لا، أبدا لا يمكن أن يعيش بهذا الوضع. أمر آخر، أمورهم الصحية يريدون تأمين طبي على أقل تقدير. نعرف الواحد إذا كبر صحته تعبت وكان في العمل ويروح ويجي، فوجود جلوس بعض المتقاعدين وما عاد يتحركون يكون عرضة لأمراض أكثر. مراكز رياضية لهم، تأمين طبي لهم، ومتابعة حالتهم الصحية، أتمنى ذلك، أتمنى أن يكون وقفة معهم. رفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين هذا مطلب كبير جدا والله، وأصواتهم بحت وهم يطالبون بهذا الشيء، والتأمين الطبي نوفر لهم، بس هذا اللي يبونه، هذا اللي يبونه والله، ما يبون غير هذا الشيء. يعني أقل نوفر لهم حياة كريمة تكريما لهم، لأنهم خدموا سنوات وسنوات لهذا البلد.